سامعينكم. هسه نبجي محاضرة ثانية من صفحة 264 امتحان شفهي. والمصنع مصنع هاي I walked أنا مشيت to the edge حافة of the road رود الطريق and looked ونظرت down أسفل into the valley below يعني الوادي نظرت إلى الوادي. The view المنظر was lovely وكان جميل. I was كنت enjoying استمتعت the scenery بالمنظر and the quiet كان منظر ساكن وهادئ. When I عندما heard سمعت dog كلب parking ينبح. The next thing I knew ورأيت huge dog كلب ضخم was rushing يعني يتجه نحوي rushing يندفع at me نحوي. I stopped back رجعت للخلف of course طبعا and suddenly فجأة I was falling و falling وقعت falling وقعت down أسفل the hillside بالتل. لهنا نوقف لحد لهنا نقطة ونفتهم ايش قرينا ومشى. هنا المعلم يسألك يقول لك انطيني كلمات ماضية اشرع كلمات الماضي ماضي بسيط يعني present simple. present simple هو ايدي هذا ايدي walked ماضي بعد ندور شو الماضي looked ماضي نظر ايدي بعد ندور شنو الماضي الماضي شنو heard سمع بالماضي ندور بعد شنو الماضي stopped وقفت ايدي ماضي ايدي ماضي نعم بعد لحد هاي النقطة احنا قلنا هذا الماضي. المعلم حيسألك يقول لك من هاي القاعدة انطيني ماضي مستمر ماضي مستمر الماضي المستمر هسه نشوف الماضي قلنا مستمر هو was ورا ing الwas ورا ing نشوف وين الwas ورا هذا was بس ما بي ing هذا was هي تبع هذا was ورا ing هي هذا ماضي بسيط قصدي اي نعم ماضي مستمر مستمر يعني ing ing يعني مستمر والماضي هو was او were. بعد اكو شيء ماضي مستمر ندور اي هي هذا ماضي مستمر was شنو rushing يندفع ing ماضي مستمر بعد شنو اكو بعد ماضي مستمر هياته was falling وقعت ing was ing اذا ماضي مستمر هاي لهنا انا ماضي مستمر. المعلم حيسال اسئله هسه من قرنا من خلال القراءه يسال معلم اسئله عليها. I walked to edge and road locked down into the السؤال هياته when I walked عندما مشيت ايدج الحافة حافة الرود حافة الشارع حافة الطريق و looked where are you where is looked يعني اين نظرت وين نظرت للاسفل للداون وين نظرت للاسفل انا نظرت الى الوادي وين نظرت وين صارت عيوني الى الوادي اذا شنو فالي بيلو يعني اللي نظرت الى الوادي يعني الوادي هذا شكله حلو وجميل نعم كان المنظر جميل lovely كان المنظر lovely واستمتعت enjoying واستمتعت بالمنظر ليش الوادي شنو بيه الوادي sunny ساكن بعد وكوايت وهادئ نعم هو
تعرفين شلون واحد يرتعد يعني مرتبك صد اللي شيء المفاجأة اللي يعني رجع بها للخلف، شيء المفاجأة صد اللي شنو الصد اللي مفاجأة طبعا مفاجأة شنو 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 المفاجأة اللي خلته يرجع لي ورا اللي خلت استوبت باك يعني رجع لي ورا شنو هي؟ هي الجواب هي سي سو هو رأى هيوج دوك كلب ضخم كلب ضخم فشنو فوقع فوقع فالينج داون هيلز وقع بالتلة وقع في التلة. هي هاي النوعية الأسئلة بامتحان ما عم أسألك عن كلمات جديدة مثلا كلمات جديدة هي شنو هي فالي بولو فالي بيلو الوادي وبعد هيل سايد التل التل بعد شي كانت جديدة رود رود طريق بعد فيو منظر طبيعي جميل نعم هيوج ضخم هاي الكلمة جديدة رشنج رشنج يندفع صاد اللي فجأة هاي كلمات جديدة فالينج يعني يقع يتدحرج يقع وشكرا.